فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقدم لحضراتكم مسرحية لمولير الكاتب الفرنسي المعروف. المسرحية بعنوان تارتوف. والحقيقة كان جالي طلب من الأستاذة وفاء رشوان بتطلب تقديمي لهذه المسرحية، فإن شاء الله النهاردة موعدنا مع هذه المسرحية. وقبل ما نقدمها يعني نبدأ سريعة جدا عن المسرحية وعن الكاتب. هي نشرت بالفرنسية وتقدمت على المسرح في 1664، يعني القرن السابع عشر. والعنوان بالفرنسية تارتوف أو لامبوستير، يعني تارتوف أو المحتال. لامبوستير اللي هو ذا امبوستر بالإنجليزية، اتنشر الترجمة الإنجليزية تارتوف أور ذا امبوستر أور ذا هيبوكريت، يعني تارتوف أو المحتال أو المنافق. وكلمة تارتوف دي ملهاش أصل، هي مجرد اسم شخصية في المسرحية، إنما الكلمة بعد كده دخلت في اللغة الفرنسية ودخلت أيضا في اللغة الإنجليزية وأصبحت تطلق على كل محتال. فكل محتال ومنافق ومدلس ودجال بيستخدم الدين يعني للوصول لأهداف أخرى، أو أي شخص بيستخدم أي شيء لأي غرض آخر، ده يعني يطلق عليه اسم تارتوف. فالمسرحية لما تعرضت في 1664، فطبعا بطل الشخصية واحد رجل دين مسيحي، ولكنه منافق ومحتال ودجال ونصاب. فطبعا المسرحية يعني كان فيها لمز وهمز ونقد لرجال الدين اللي كانوا موجودين وقتها، فيعني أثروا على الملك، وده بيبين يعني مدى تأثير رجال الدين على الملوك. حتى الملك لويس الرابع عشر اللي كان بيحكم وقتها، وهو يعني أكبر حكم فرنسا، أعطى أمر في 1664 إن المسرحية ما تكملش يعني وما يتمش عرضها. مولير ولد في 1622 وتوفي في 1673، يعني وهو عنده 51 سنة. واسمه الأصلي مش مولير، يعني مولير ده اسمه المسرحي، لأنه هو كان ممثل، يعني هو كان بيمثل مسرحياته أيضا. اسمه اللي أعطي لما بعد ولادته يعني اسمه جان بابتيست بوكيلان، ويعني بيقال انه بعد ولادته الممرضة نظرت اليه ولقت ان انفه كبير، فقالت لونيه، يعني لونيه اللي هو الانف، فاصبح يسمى في العائلة لونيه، يعني الانف، يعني على ان انفه كبير. ولكن يعني لما ننظر في صوره ما نلاقيش انفه كبير يعني ولا حاجة، مش للدرجة يعني. يمكن لما كان صغير كان أنفه كبير، إنما يعني شكله كبير عادي. وهو له أثر يعني كبير جدا على تطور اللغة الفرنسية، حتى إن اللغة الفرنسية نفسها أصبح يطلق عليها لغة مولير، يعني كتعريف للغة الفرنسية أصبح اسمها The Language of Molière، لغة مولير. وهو يعد مؤسس المسرح الكوميدي الفرنسي. طبعا هو عاش في القرن ال17، فهو مؤسس هذا المسرح. المسرحية هتلاقوا كذا نسخة موجودة على النت باللغة الإنجليزية، وهتلاقوا نسخة بالعربية أصلا مثلت في زمان في الستينيات في الراديو مصر، والممثلين المصريين صراحة عملوا قدموها بشكل أكثر من رائع، يعني سواء سمعتوها بالترجمة العربية أو شفت المسرحية بالترجمة الإنجليزية هتلاقوها موجودة على اليوتيوب أكثر من رائعة. إنما طبعا لو شفتوها على اليوتيوب هتلاقوا إن في اختلافات بسيطة قوي ما بين النص الأصلي وما بين الكلام اللي بيتقال على المسرح، يعني في بعض الأسطر متشالة يمكن عشان يضغطوا الوقت، في بعض التغييرات
إنما مش كتيرة، إنما مش كتيرة، فهتستمتعوا بيها برضو. خلونا بسرعة نستعرض شخصيات القصة. الشخصية الأولى شخصية مدام بيرنيل. مدام بيرنيل دي أم أورجون، أورجون اللي هو صاحب البيت اللي كانت، ده أول مشهد ده تظهر فيه، وده هي مقتنعة جدا بشخصية تارتوف اللي هو أيضا بطل القصة، ومقتنعة بصلاحه وتقواه، ورغم أن تارتوف ده هو شخصية فاسدة، شخصية رجل الدين المنافق. الشخصية الثالثة هي شخصية زوجة أورجون، كانت الزوجة الثانية لي، شخصية اسمها إلمير، وكانت شخصية يعني عاقلة ورصينة، وكانت شايفة أيضا أن تارتوف ده شخص محتال ومش مقتنع بصلاحه. أورجون أيضا كان مقتنع بتارتوف ومخدوع به، فهما في شخصيتين بس في المسرحية المخدوعين في تارتوف، مدام بيرنيل وأورجون ابنها. نيجي بعد كده لشخصية بنت أورجون، ماريان، كانت على علاقة حب يعني بشخص آخر اسمه فالير، وكانت تريد الزواج به، وفالير أثبت في الآخر، دي شخصية فالير، أثبت في الآخر أنه شخص مخلص ونال يعني جائزته بالزواج منها. بعد كده في شخصية ابن أورجون اللي هو ولد اسمه دامير، ده يعني عصبي ومنفعل، وطبعا شاب يعني. وبعد كده في شخصية كليونت اللي هو أخو إلمير اللي هي زوجة أورجون، ده أخوها، فده صوت العقل، هو دايما كلامه كله كلام عقلاني، فهو صوت العقل في عصر العقلانية، عصر التنوير. بعد كده في الخادمة، خادمة ماريان اسمها دورين، ودي دمها خفيف جدا وذكية جدا، ذكية، ولا دايما لها دور في تسيير الأحداث وفي حل المشاكل. في أيضا شخصية خادمة مدام بيرنيل، ولكن دي يعني لم تتحدث ولم تنطق بكلمة طول المسرح، اسمها فليبوت، ليس لها أي دور يعني. بعد كده في شخصية رجل الرويال الأول اللي هو الرجل زي المحامي كده، لويال اللي اسمه معناه مخلص ووفي، اللي جاء كي يطلب من أورجون أنه يخلي البيت. وآخر شخصية شخصية الضابط اللي جه مع تارتوف، عشان المفروض أنه يقبض على أورجون ولكنه قبض على تارتوف في النهاية. دي شخصيات القصة بسرعة. نبدأ على طول في تلخيص المسرحية. المسرحية من 5 فصول. الفصل الأول، المشهد الأول، سيدة مدام بيرنيل قاعدة في بيت ابنها، وابنها ما كانش موجود، فالمشهد بيبدأ وهي بتغادر هذا البيت وغضبانة جدا، وعمالة تنتقد كل من يقابلها، كل من في البيت انتقدتهم جميعا، لأن وسبب نقدها ليهم إن ما حدش فيهم didn't take care of her، يعني ما حدش اهتم بيها ورعاها جيدا، فكانت غضبانة جدا وانتقدت كل واحد فيهم بلغة حادة ولغة سريعة جدا، حتى انهم كلهم يعني تأففوا منها. حتى المشاهد اللي بيتفرج على المسرحية او بيقرأ المسرحية هو ايضا يعني سيشعر بالتأفف من اسلوبها في نقد الجميع بطريقة مسفة يعني. وفي المسرح في المشهد دوت بنعرف انها بتمتدح شخصية واحدة، الشخصية الوحيدة اللي امتدحته شخصية اسمها رجل دين اسمه تارتوف، وكل اللي في البيت بقى يعني مستغربين ان هذا الرجل يعني قالوا عليه ان هو منافق ومحتال والرجل ليس رجل دين يعني وكده، فهي مقتنعة به جدا بان هو رجل صالح، وتقول ان انتم بتنتقدوه عشان هو بيظهر لكم نقاط ضعفكم، يعني بصلاحه وتقواه بيظهر مدى فساد نفوسكم. إنما طبعا كل الأسرة شايفة أنه إنسان فاسد. المشهد الثاني بيبدأ بالخدامة، خدامة بنت صاحب البيت اسمه أورجون، بنت صاحب البيت اسمه أورجون، واللي بنته ديت اسمها ماريان، يعني هو اسمه أورجون وبنته اسمها ماريان. فليها خادمة، الخادمة اسمها دورين. دورين بقى المشهد الثاني ده بتتكلم مع
كليونت. كليونت دوت اللي هو أخو زوجة أورجون، أخو زوجة أورجون، فهو يعني his brother in law. فكليونت يعني كان يعني اتضايق من أسلوب مدام بيرلين وكان عاوز يمشي، فقال دورين الخدامة قالت له اقعد عشان تكلم مسيو أورجون، هو هيجي دلوقتي وتتكلم معاه، يعني لأن كان في مشروع إن هو هيخلي تارتوف يتجوز بنته. فكانوا وكان في واحد هي مخطوبة، شبه مخطوبة لواحد تاني اسمه فالير، فكانوا عايز طبعا عاوزين كليون دوت يكلمه ويقنعه إنه يتجوز، إن يخلي فالير يتجوز بنته مريان. ففي المشهد التاني دوت بنلاقي فيه حوار سريع بين كليونت وبين كليونت وبين دورين. يعني كليونت بيقول ايه، ماي يعني يا إله، يعني وات سين شي ميد، يعني ايه المشهد اللي عملته ده، ان وات الدين، ان هاو ذس مان تارتوف هاز تيكن هير ان، يعني تارتوف ده يعني عمل لها برين ووشنج، يعني غسل دماغها. فدورين بتقول له يس بات هير سان از ايفن ورس ديسيف، هير سان اللي هو أورجون، وابنها كمان يعني ايضا مغسول دماغه اكتر منها، يعني يس بات هير سان از ايفن ورس ديسيف. ده المشهد الثاني، مجرد حوار قصير جدا. المشهد الثالث في نفس الفصل الاول بتدخل بقى المير. المير دي اللي هي زوجة أورجو، وكانت عندها فيفر، عندها حرارة يعني، فبتقول I saw my husband coming، عارفة ان جوزها خلاص جاي، فراحت ترتاح يعني عشان تجهز نفسها لمقابلته. I think at best go upstairs now and take a little rest، انها تطلع فوق ترتاح. ففي كليانت هيقول ان هو هيقعد ينتظرها. I'll wait and greet him here, then I must go. I've really only time to say hello. فدامي دامي دوت ابن أورجو، يعني أورجو عنده ولد اسمه دامي وبنت اسمها ماريان. فدامي ده كان بقى بيحب أخت فالير، فالير اللي هو خطيب أخته، فهو عايز فالير يتجوز أخته عشان هو كمان يقدر يتجوز أخت فالير. فهيطلب من كليونت إن هو يكلم أبوه، يكلم أورجون في موضوع زواج فالير من ماريان. فهيقول له إيه، sound him about my sister's wedding please. I think Tartuffe's against it and that he's been urging father to withdraw his blessing. As you will know, I'd find that most distressing. Unless my sister and Valère can marry, my hopes to wed his sister will miscarry. يعني لو فالير ما اتجوزش أختي، أنا مش هعرف أتجوز وانا اختي فالير، وانا شايف ان تارتوف دوت ضد زواج فالير من ماريان، من اخته ماريان. فالمشهد الرابع بقى هيبدا بحوار بين دورين، أورجون هيرجع ويبقى حوار بين دورين الخادمه وهي وأورجون اللي هو صاحب البيت. انما دورين دي بقى شخصيه الخادمه مش مجرد خادمه وخلاص، شخصيتها يعني شخصيه جميله جدا، يعني هي ذكية جدا ودايما تتدخل في مشاكل العائلة وتنصح، يعني تنصح البنت ماريان وتنتقد صاحب البيت اللي هو أورجو وتسخر منه كمان. فهي يعني ذكية جدا، مش مجرد دور ثانوي كده، لا دورها جميل جدا يعني. فدور أول ما رجع بقى أورجو للبيت، دورين الخادمة بتقول له ايه، your wife 2 days ago had a bad fever، زوجتك من يومين جالها حرارة، and a fierce headache which refused to leave her، وصداع ضخم جدا ما سابهاش يعني لمدة يومين. فأورجون يقول لها ايه، and تارتوف، طب واخبار تارتوف ايه؟ فتقول له تارتوف why he's round and red، ده زي الفل، صحته زي البومب يعني، bursting with health and excellently fed، بياكل كويس واخدين بالنا منه يعني. فيقول لها a poor fellow. والمشهد ده بقى مشهد كوميدي، كل ما تحكي له عن زوجته وازاي هي تعبانه يقول لها طب وتارتوف اخباره ايه؟ تقول له كويس، بصيغه اخرى. فهو يقول تارتوف المسكين، فهو مش شاغل باله ابدا بان زوجته تعبانه وعيانه، كل يعني فكره مشغول بتارتوف ده اللي هو نازل عنده ضيف موجود في البيت عنده. المشهد الخامس هيدخل بقى كليونت ويكلمه في موضوع زواج فالير من ماريا. فهيلاقي ان هو
متردد، وهيقول له هيلاقي ان ارجو يعني فعلا برين ووشت، دماغه مغسوله بارجون دوت، وهيفضل يعني يمتدح تقواه وصلاحه. فكليونت ده، كليونتو ده هنا رمز الرجل العقلاني، لان طبعا كان ده في القرن السابع عشر، يعني النصف الثاني من القرن السابع عشر 1664. القرن السابع عشر معروف انه عصر التنوير، القصف في اوروبا عامه القرن ال17 والقرن ال18 معروفين هم عصر التنوير enlightenment age او age of reason. انما على الرغم ان في مؤرخين فرنسيين بيعتبروا ان عصر التنوير في فرنسا بدا بعد موت لويس الرابع عشر في 1715، بيقولوا ان عصر التنوير في فرنسا من 1715 ل 1789 وقت اندلاع الثوره الفرنسيه. وفي نقاد اخرين، مؤرخين اخرين يعني بيعرضوا الكلام ده، يقولوا لا، ان عصر التنوير في فرنسا بدا بعد في وقت ديكارت على طول. ديكارت معروف انه ولد في 1596 وتوفي في 1650، يعني وعنده 54 سنه. ف 1650 والمسرحيه دي معروضه في 1664، 16 سنه بس بينهم. فيعني في مؤرخين يقولوا لا، ان عصر التنوير في فرنسا بدا ايضا في القرن، في منتصف القرن ال17. وانما يعني تقريبا ما فيش اختلاف ان عصر التنوير في انجلترا مثلا بدا مع فرانسيس، الثوره العلميه بدات مع فرانسيس بيكون، بعد الثوره العلميه على طول بدا عصر التنوير في انجلترا. فعصر التنوير في انجلترا نقدر نقول ان هو بدا قبل ما يبدا في فرنسا. دوت الفصل، في الفصل الاول ما زلنا مع المشهد الخامس، فكليونت هيقول له ايه؟ There is a vast difference so it seems to me between true piety and hypocrisy. هيقول له في فرق كبير قوي، هو هنا ده كده رمز وصوت العقل كليونت، فيقول له في فرق كبير قوي بين التقوى الحقيقية، التقوى الحقة، وبين النفاق. يعني عايز يقول له إن ترتوب ده منافق، مش واحد تقي حقيقي، وإن التقوى مش بالكلام، مش إن الواحد يتكلم عن التقوى، لا، بالفعل، التقوى بالفعل. فهيكلموا بقى، يفكروا بموضوع زواج فالير من ماريان، فهيقول له ايوه انا يعني هفكر هشوفه، وهيلاقي انه بيتهرب منه، فهيحس بقلق وهيحس ان ايه، انه مش هيفي بوعده. ده كده نهايه الفصل الاول. الفصل الثاني ارجون مع بنته، هي قاعده لوحدها، فهيقول لها ان هو قرر انه يخلي ترتوف يتزوجها، فهي طبعا هتصعق ويعني هتحزن لان هي بتحب فالير. وهتكون من اللي بتسمعهم الخادمه. بعد ما أرجون هيمشي في المسرح الفرنسي عامة، يعني نقطة سريعة كده، المسرح الفرنسي المشهد بينتهي مع دخول أي شخصية أو مع خروج أي شخصية. يعني أي شخصية تدخل أو أي شخصية تخرج من المشهد، نعرف إن ده كده نهاية المشهد ونبدأ في مشهد جديد. فبعد ما أرجون خرج، ده كده نعرف إن بدأنا في مشهد جديد، المشهد الثاني من الفصل الثاني. هنلاقي ان دورين بقى سمعت، وهتدخل بقى تأنبها ويعني تقول لها ازاي ما رفضتيش الزواج من، لان قالت لها كان لسه في المشهد الثاني دوت، كان أرجون لسه ما خرجش، كان هي دخلت، فهي مع دخولها كده بدايه مشهد جديد. فهي دخلت وتقول له، يعني هي سمعته بيقول ان هو عايز يزوج ترتوف من بنته، فهي دخلت وفاكره ان هي نكته، فداخله بتضحك بقى على ان دي نكته، يعني بتقول ايه، all right then we believe you sad to say but how a man like you who looks so wise and wears a mustache of such splendid size can be so foolish as to، يعني بتكلم سيدها، بتكلمه بالطريقه ديت، يعني ازاي واحد اسمعناك وكل حاجه، زي واحد زيك بشنبات كبيره كده، يعني زي ما نقول كده بالعربي يقف عليها الصقر، شنبات تقف عليها الصقر، splendid size، حجم كبير قوي، يكون بهذه الحماقه. فيقول لها silence be تصمتي، my girl you take too much liberties، انت يعني خدت عليا قوي، يعني خدت حريتك معايا، I'm master here، انا السيد هنا، as you must not forget، مش لازم تنسي كده. انما هي هتستمر في السخريه منه في لباقي المشهد. هيخرج بقى هو، فالمشهد الثالث هيبدا منها بينها هي ودورين وماريان، بس ماريان هتبدا تبكي،
فدورين هتبدأ تلومها وتأنبها وتقول لها ازاي تقبلي بهذا الشخص وازاي ما عرضتيش ابوكي وكده. هتقول لها ان هي ازاي اعرض ابويا ده اللي يعني اعتنى بيا طول حياتي وما اقدرش اخالف امره كده. فدورين تقول لها مثلا that since it's you who are to be the bride, طالما انت اللي هتتجوزيه, it's you not he who must be satisfied, لازم يبقى عن قناعتك انت. And that if this Tartuff is so sublime, he's free to marry him at any time. يعني لو Tartuff ده يعني واحد لقطة يعني شخص لقطة لهذه الدرجة, خليه هو اللي يتجوزه. بعد كده في نهاية المشهد تلاقي Tartuff بعد ما زهقت منها, يعني ما زهقت من الكلام معه والجدال معه, تقول لها خلاص اتجوزيه. يعني تقول لها Tartuff is your cup of tea and you shall drink him. فهتقول لها مريان بقى تقول لها لا ما مش كده, ما تسيبنيش انصحيني اعمل ايه. فالمشهد الرابع بقى مين اللي هيجي؟ فالير اللي هو يعتبر حبيب مريان, وهيبدا هيقول لها انا سمعت انك هتتجوزي Tartuff. تقول له وتنصحني بايه؟ تقول له ادفايز مي دو, يعني انصحني. فهو يقول لها لما لقاها يعني قال لها وانت رايك ايه؟ فقالت له مش عارفة. فهو استغرب يعني, فبتقول له انصحني اعمل ايه, advise me too. فقال لها marry the man, that's my advice to you, اتجوزيه دي نصيحتي ليك. يعني هو حس ان هي اللي عايزة, قالت له خلاص يعني هو ده رأيك. وهيبتدي بقى مشادة تقوم بينهم, وهيجي يمشي. المشهد ده كوميدي جدا, يعني حاول يمشي وقال لها انا همشي ويرجع تاني, عملها 3-4 مرات في مشهد كوميدي لطيف يعني. وكل ده والدورين الخادمة قاعدة بتسمعهم, وإنما هتمسكه قبل ما يمشي وهتجمع بينهم وتصلح ما بينهم وتقول لهم إن لازم نضع خطة علشان نوقع Tartuff دوت. والفصل الثاني كده بينتهي. الفصل الثالث بقى المشهد الأول, الفصل الثالث ابن أورجون بيكره Tartuff وعارف إنه منافق ومحتال فبيكرهه. دورين هتقول له do calm down and be practical, اهدى وخليك عملي. شوفوا يعني الخدامة هنا هي فعلا اللي يعني ساعدت وقامت بدور كبير جدا في إصلاح الأمور وفي الإيقاع بترتوف, وهي اللي ورا كل الأفكار الجهنمية دي. فتقول له اهدى وخليك practical. I had rather my mistress dealt with him, my mistress السيدة بتاعتها اللي هي زوجة أورجون المير اسمها, هتقول لها I'd rather my mistress dealt with him, أفضل أن هي اللي تتعامل معك, هي اللي تتولى الأمر, and with your father, ومع أبوك أيضا. She has some influence with Tartuff, فيها لها شخصية على Tartuff, لها تأثير على Tartuff. I have noted, أنا لاحظت كده. فهي ملاحظة أن Tartuff معجب بيها. He hangs upon her words, seems most devoted and may indeed be smitten by her charm. يعني هي ملاحظة ان لها تأثير عليه وكلماتها لها تأثير عليه, وان هو سيقع تحت سحرها وتحت تأثير سحرها. Pray heaven it's true, it would do our cause no harm. فهو هتحاول يعني تعمل لقاء بينه وبين Tartuff وبين سيدتها المير, وهتقول للولد بقى ان ايه ان هتخبيه في الكلوسيت في الدولاب علشان تهديه, يعني لان هو كان غضبان جدا. فهتقول له ايه طب خلاص تعالى اختبئ انت في الدولاب هنا. المشهد الثاني بيبدا بقى Tartuff داخل وهيلاقي دامي خلاص الابن استخبى في الدولاب. Tartuff بقى دخل, ده كده ده مشهد جديد. هيلاقي الخادمة, وزمان في الزي زمان يعني في القرن ال 17 وال 18 وال 19 كان بيبقى لو كات كده من ناحية الصدر يعني بالنسبة للسيدات, فالبصم بيبقى يعني صدرهم بيبقى معظمه بره كده. فأول ما دخل عليها ولقاها كده هو منافق, هو محتال يعني, فطلع المنديل بتاعه وقال لها غطي صدرك يعني عشان ما فليش از ويك وكلام من ده, الانسان ضعيف. ونلاحظ ان Tartuff رغم ان هو الشخصيه الرئيسيه في المسرحيه انما ظهرت في المشهد الثاني من الفصل الثالث, يعني ده اسمه ذا ديليد ايمرجنت. ده تكنيك بيستخدم في المسرح اللي هو الظهور المتاخر لبطل المسرحيه, ظهور متاخر عشان يعمل زياده في التشويق لدى الجمهور.
وفي المسرحية تارتوف دوت بيعلن ان هو بينتمي لجماعة اسمها The Company of the Holy Sacrament، يعني جماعة القداس المقدس، القداس المقدس. دي جماعة كانت بتعمل على مساعدة السجناء، وأيضا كانت بتنتقد زي السيدات النساء، يعني النساء تنتقد زيهم الغير لائق. فهو أول ما دخل أم على طول انتقد صدرها العاري وأعطاها المنديل بتاعه علشان تغطي صدرها، وقال لها إيه؟ cover that bosom، غطي صدرك دوت أيها الفتاة. girl the flesh is weak، أنا كإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. and unclean thoughts are difficult to control، صعب إن أسيطر على أفكاري السيئة لو أنا شايفك كده. يعني such sights as that can undermine the soul، يعني دي ممكن تؤثر على روحي أنا، على إيمانه. يعني الفصل الثالث، ما زلنا في المشهد الثالث بقى، الحوار بقى اللي بيجمع ما بينه وما بين المير. المير هتقول له انا عايزاك في موضوع، طبعا الموضوع اللي كانت عايزاه فيه انه يحاول يقنع أرجو بان فاليري يتجوز بنت مريان، انما هو اول ما سمعها بتقول انا عايزاك في موضوع، ظن انها عايزه بتحبه يعني، وعايزه تصارحه بحبها له. فهو على طول وقع وقال لها، صارحها بان هو بيحبها، وهي استغربت ازاي رجل دين ويعشق ويحبه كده. فقال لها ايه؟ I may be pious، انا ربما اكون تقيا، but I'm human too، انما انا بشر. With your celestial charms before his eyes a man has not the power to be wise، يعني سحرك هذا السماوي الغير آدمي مفيش انسان يستطيع انه يعني يحافظ على حكمته ورصانته امامه. I know such words sound strangely coming from me. أنا عارف إن الكلمات دي خارجة مني وأنا رجل دين يعني، تبدو غريبة. But I'm no angel nor was meant to be. إنما أنا مش ملاك ولم أخلق كي أكون ملاكا. هنا بقى المشهد بينتهي. المشهد الرابع، الولد بقى مش هيستحمل وهيفضل طبعا هيفضل يعني يحاول يعني يتقرب لها ويحط ايده على كتفها على مش عارف ايه كده. فالولد مش هيحتمل، هيخرج بره من بره الدولاب، هيخرج من جوه الدولاب دمي، ويقول له no we'll not hush up this vile affair، مش هنسكت على العلاقه الآثمه دي. I heard it all inside that closet there، انا سمعت كل حاجه وانا داخل هذا الكلوست. في المسرحيه لما بتتعمل يعني في كذا فيرجن ليها، كذا نسخه من المسرحيات. نسخه منها انه استخبى ورا تشير كرسي مقعد، فاللاين هنا بيقول له I heard it all inside I heard it all behind that chair، فهي تشير وأفير برضو عاملة قايمة اسمها رايم، عاملة رايم قافية، عاملة قافية أفير تشير عاملة قافية، إنما هي في الأصل هو كان مستخبي جوه الدولاب. I heard it all inside that closet there where heaven in order to confound the pride of this great rascal prompted me to hide. إن أنا اضطررت يعني للاختباء داخل هذا الدولاب يعني كي أهزم كبرياء هذا الوغد الكبير. ده المشهد الرابع بينتهي مع دخول أورجون. فابنه بقى هيقول له دمي، هيقول له إن هي دمي بالفرنسية لأنها بتنتهي بإس دي أي أم أي إس، إنما بالإنجليزية أحيانا بنطقها داميس داميس، لأن في بيت في الترجمة الإنجليزي نهاية سطر، في بيت نهايته بينتهي بداميس والسطر اللي بعديه البيت اللي بعديه بينتهي بيس، فداميس بيس يعني، إنما هي دمي بالفرنسي. هيكلم بقى أبوه يحاول يقول له إن تارتوف دوت كان بيغوي زوجتك وكده، إنما الأب مش هيصدق، والزوجة نفسها مش لا هتؤكد ولا تنفي هذا الكلام، لأن هي يعني خايفة تزعج زوجها ومش عايزة تسبب له متاعب. فبتقول إيه؟ And I hold that once husband peace of mind should not be spoiled by tattle of this kind. مش عايزة أزعج البيس والهدوء والسلام بتاع زوجي. These are my sentiments and I wish dummy that you had heeded me and held your peace. هي دي البيت اللي كنت أقصده، داميس وبيس في، إنما الفرنسية بتنطق دامي. فالمهم الرجل هيغضب جدا
وهتنصرف، هي هتقول كده وهتنصرف، وده هيكون نهاية المشهد الخامس. المشهد السادس بقى بيجمع ما بين أورجو وتارتوف ودامي، فهنلاقي إن تارتوف مش هينفي التهم دي كلها، بل هيعترف بيها ويقر بخطأه وبذنوبه ويقول إن هو إنسان خطاء ومذنب و وده في السايكولوجي اسمه ريفرس سايكولوجي. ريفرس سايكولوجي يعني ان الانسان يبدا في مهاجمه نفسه وانتقاد نفسه ويقول ان هو انسان سيء جدا وانسان وحش وانسان خطاء وفي كل العيوب اللي في الدنيا، فالناس تتعاطف معاه وتبدا وتقول له لا ده انت كويس. فهو لعب اللعبه دي مع أورجو. تارتوف لعب اللعبه دي، فيقول له مثلا يس براذر ام ا ويكيد مان اي فير، انا انسان شرير wretched sinner وخطاء all depraved and twisted the greatest villain that has ever existed. أنا يعني أسوأ إنسان وأكثر الناس شرورا. My life's one heap of crimes. حياتي مجرد كوم من الجرائم which grows each minute. بتكبر كل دقيقة. There is not but foulness and corruption in it. ما فيش فيها حاجة غير الفساد والأخطاء. فهيبتدي طبعا يتعاطف معاه وأرجون يقول له لا انت مش كده انت وهيبتدي يعنف ابنه، يطلب من ابنه انه يعتذر له، ابنه هيرفض يعني. فترتوف يعني يقول له لا صدق الابن ده وابنك دوت ويركع له على الارض يستسمح، يقول له اه براذر ليت مي سبيك يو ار بينج انجاست، انت كنت خلينا اتكلم انت كنت غير عادل. بليف هي ستوري، صدق القصه اللي هو بيقولها. ذا بوي ديزيرفز يور تراست، ابنك يستحق انك تصدقه. واي افتر اول شود يو هاف فيث ان مي، انت يعني ليه يعني تضع ثقتك فيا؟ هاو كان يو نو وات اي مايت دو اور بي، ايش عرفك انا ايه اللي ممكن اعمله؟ Is it on my good action that you base your favor? Do you trust my pious face? انت يعني يعني طبقا لافعالي الجيده انت بتعاملني بتسدي الي هذا المعروف وبتعاملني كويس. Do you trust my pious face؟ انت بتصدق التقوى اللي باينه على وشي ديت. Ah no, don't be deceived by hollow shows. ما تصدقش هذا الهولو شوز العرض الزائف دوت الفارغ. I'm far alas from being what men suppose. أنا أبعد ما أكون عما يظنه الناس بي. Though the world takes me for a man of worth. الناس العالم كله والدنيا كلها يعني بتظن أني إنسان ذو قيمة. I'm truly the most worthless man on earth. إنما أنا أسوأ إنسان على هذه الأرض. فكل ما هو يقول كده كل ما أرجو يدافع عنه ويتمسك بيه زيادة ويشد على ابنه، ولما ابنه هيرفض انه يعتذر لتارتوف هيطرد ابنه ويقول له احرمك من الميراث. فأرجون هيقول لابنه ايه؟ Out of my house this minute. Be off with you. اخرج بره بيتي هذه اللحظة وفي التو. And never dare set foot in it again. ولا تجرؤ انك تيجي بيتي ده مرة تانية. مش كده وبس، ده كده نهاية المشهد السادس. المشهد السابع بقى هيعمل اكتر من كده، هيكتب البيت باسم ترتوف نكاية فيهم، وهيخليه يعني يقعد فعلا في البيت، وانه يكون يعني زي شبه حارس كده على زوجته ويجعلها مقرب لها اكتر كمان، منتهى الغباء يعني. فارجون يقول ايه بور فيلو، بيكلم ايها المسكين، بيكلم تارتوف. كوم ويل جو درو اب ذا ديد، هنروح ونكتب العقد. Then let them burst with disappointed greed، خليهم بقى يموتوا بغيظهم وبطمعهم. الفصل الثالث بينتهي هنا. الفصل الرابع، المشهد الاول من الفصل الرابع بيبقى حوار بين كليونت وبين تارتوف. كليونت بقى بيحاول يواجهه ازاي تاخد اموال الراجل، ازاي تقبلها. فتارتوف يقول له ايه، انا قبلتها لان علشان ما تقعش في ايد الناس الاشرار، فانا يعني عشان كده اضطريت ان اقبلها. يقول له لا مالكش دعوه انت بالناس الاشرار. يقول له دي يعني انا استمع لامر السماء عشان الاموال ما تقعش في يد الاشرار. يقول له لا مالكش دعوه انت بالاشرار ومالكش دعوه بامر السماء، انت الاموال دي مش اموالك ما تاخدهاش. فكليونت هو صوت العقل، فكل ما ترتوف يقول حاجه كليونت يرد عليه بالعقل ويبطل يعني حججه، فيقول له ايه your reasoning is badly wrapped and stretched، يعني badly warped and stretched، يعني المنطق بتاعك اصلا مش مقنع. and these excuses are most far fetched، وحججك ديت يعني حجج بعيده قوي مش مقنعه. why put yourself in charge of heaven's cause، انت ليه عامل نفسك مندوب السماء؟
Does heaven need our help to enforce its laws? هي السماء محتاجة لنا، السماء يعني ربنا يعني محتاجة لنا عشان يعني نفعل قانون السماء. Leave vengeance to the Lord. خلي الانتقام للرب. So while we live, our duty is not to punish but forgive. قال له احنا سيب الانتقام ده لربنا، احنا واحنا عايشين مهمتنا الا نعاقب بل نسامح. فاخر ما ترتوف يعني مش هيقدر يواجه كل هذا الكلام، هينصرف ويقول له عندي ميعاد، ودي نهايه المشهد الاول في الفصل الرابع. المشهد الثاني، دورين الخادمه بتدخل وتطلب منه من كليونت انه يقعد، انه ينتظر. فهتقول له ايه؟ stay sir and help مريان for heaven's sake. اقعد يا سيدي انتظر، يعني ابقى معنا عشان تساعد، كي تساعد مريان. she's suffering so I feel her heart will break. انها يعني هي تعبانه جدا ومعذبه. her father's plan to marry her off tonight has put the poor child in desperate plight. يعني خطة أبوها إنه يزوجها الليلة جعلت البنت في حالة يرثى لها. I hear him coming. أنا سامعه جاي. Let's stand together now and see if we can't change his mind somehow about this match we all deplore and fear. يعني اقعد واحنا الاثنين نحاول نبطل هذه الزيجة، لأنها لو تمت ف we all deplore and fear، يعني مش عايزين هذه الزيجة التي نرفضها ونخشاها أن تتم. المشهد الثالث، أرجون بقى بيدخل بيلاقي بنته بتعيط، فداخل بقى بعقد الزواج إنها عشان توقع عليه. فهي البنت تبكي زيادة وتحاول يعني انها تثنيها عن رايه، فهو ما فيش فايده. فلدرجه ان زوجته بقى قالت له ايه، مش مقتنع ان ترتوب دوت محتال. فزوجته هتقول له ايه، I am amazed. انا مندهشه جدا. And don't know what to say. مش عارف اقول ايه. You're blindly simply takes my breath away. انت عماك، انت اعمى يعمى البصيره، يعني takes my breath away، يعني يذهلني. You are indeed bewitched. انت مسحور، ده هو عامل لك سحر. يعني to take no warning from our account of what occurred this morning. ان انت يعني لا تلقي بالا لما اخبرناك به هذا الصباح. ان هو حاول انه يغزلها وهو ما اهتمش وما صدقش اصلا. فبتقول انها مندهشه جدا، ده اكيد ده عامل لك سحر، يعني سحرك للدرجه دي. فهتقول له بقى فكره ايه؟ هتقول له عندي فكره. Would it I wonder carry weight with you if I could show you that our tale was true. يهمك انك تعرف ان كانت القصة اللي احنا قلناها لك دي حقيقية ولا لا، ان هو غزلها، يعني ترتوب غزلها. فهيقول لها اوكي. فهتقول له خلاص استخبى، اختبئ تحت هذه المنضدة. هتقول له oh heavens just do as you are bidding. I have my plans, will soon see how they fare under the table now, and once you are there take care that you are neither seen nor heard. يعني هتطلب منه انه يختبئ تحت المنضدة دي ويسمعها بقى وهي بتتكلم مع ترتوف، وهي هتحاول توقع ترتوف. فده المشهد التالي. بينتهي المشهد الرابع، ترتوف بيدخل. فلما يدخل هتقول له ان هي غير يعني فكرت وان هي غيرت رأيها. فهو هيندهش ويقول لها يعني ايه اللي خلاك تغيري رايك بسرعه كده. هتقول له السيدات لهن يعني طباع خاصه وكده. فلما هيلاقيها ان هي تجاوبت معاه بالكلام، فهيبتدي بقى هو كمان يقول لها مدام no happiness is so complete as when from lips we love come words so sweet. يعني اسعد حاجه للانسان انه يسمع الكلام الجميل ده، معسول الكلام خارج من انسان نحبه، من شفاه انسان نحبه. وهيبتدي يغزلها مرة أخرى، وهي كل ما يغزلها زيادة هي تكح عشان زوجها يسمع ويطلع ويعمل حاجة، ما فيش طاقة. هتقول لي بقى لأرجو أخرج برا، افتح الباب وتأكد إن ما فيش حد واقف برا. فهيعمل كده فعلا. في اللحظة اللي هو خرج فيها هيكون أرجو هيخرج من تحت المنضدة الطاولة، وخرج بقى يعني مندهش جدا ويقول that man's a perfect monist. ده وحش، ده I must admit، لازم اعترف بكده. I'm simply stunned. انا مندهش ومصدوم. I can't get over it. مش قادر يعني انسى اللي انا سمعته دوت.
هتقول له اختبئ لانه جاي لسه، استنى انت لسه سمعت حاجه. المشهد السابع بقى هيجي تارتوف وهيكمل في مغازلته لغايه ما مش هيستحمل، يعني زوجها مش هيستحمل وهيخرج من تحت الترابيزه ويخرج بقى عشان يتخانق معاه. في نهايه المشهد السابع ده هينتهي بان بقى أرجوع هيطلب من تارتوف ان يخرج بره البيت يطرده، فتارتوف يقول له لا اخرج ايه، ده طبقا للقانون دلوقتي وطبقا للمحكمه انا اللي املك هذا البيت، البيت دوت ملكي انا، ده انت اللي تخرج بره. فيقول له نو اي ام ذا ماستر اند يور ذا وان تو جو، ده انا اللي سايد هذا البيت وانت اللي تمشي. This house belongs to me. I'll have you know. And البيت ده يا انا، وانا هخليك تعرف كده يعني. البيت ده انا خلاص انا صاحبه. والمشهد ده بينتهي. المشهد الثامن بقى بعد ما ترتوف هيمشي والمير وزوجها ارجون هم بس الموجودين، هنلاقي ان أرجون يعني فزع وخائف جدا وهيقول لها ان في حاجه، الموضوع مش هزار. فهتقول له يو جيف هيم، وقبل ما تكمل اقول لها يس اتس اول بين درون اند ساين، ان هو كتب له عقد البيت وكل حاجه، بات وان ثينج مور از ويينج اون ماي مايند، انما في حاجه اكتر من كده كمان تعباني. فده مشهد صغير جدا بينتهي بسرعة، ده نهاية الفصل الرابع. الفصل الخامس بيبدأ بقى بمشهد كلهم بقى مع بعض، وأرجون بيقول لهم إن بيحكي لهم بقى إيه اللي تعبه أكتر من موضوع إنه كتب البيت لتارتوف. هيقول إيه؟ My poor friend Argus brought that box to me. في بوكس كده، صندوق كبير فيه أوراق، والأوراق دي مؤامرة كان عاملها هذا الصديق، عاملها ضد الملك، فهي أوراق سرية. وكان فأرجاس ده احتفظ او طلب من أرجون يحفظ هذا الصندوق عنه. وأرجون قال لتارتوف على هذا الصندوق، فتارتوف اخذ هذا الصندوق بالاوراق السريه ديت اللي يعني incriminating أرجون، يعني ممكن تجعل أرجون يدخل السجن طبعا. That box to me with his own hands in utmost secrecy، يعني بمنتهى السريه اداني الصندوق ده بايده. It was on the very morning of his flight. It's full of papers which if they came to light would ruin him or such is my impression. يعني هذه الأوراق لو خرجت للنور ستدمره. وده نهاية المشهد الأول. المشهد الثاني دامي ابنه هيبقى طبعا غاضب جدا وشاف أبوه في ديستريس وفي مأساة يعني. فيقول له leave it to me sir. Let me trim his ears. خلينا نقطع ودانه ديت. Faced with such insolence we must not waver. I shall rejoice in doing you the favor of cutting short his life and you distress. يعني خليني افضي غضبي فيه واعمل اسدي اليك هذا المعروف بان اقتله. وكليونت بقى صوت العقل يقول له What a display of young hot-headedness. What a display of young hot headedness. يعني ايه الدم الشباب الحامي دوت. Do learn to moderate your fits of rage. يعني تعلم ان انت تخفف من وطئة وحميتك. In this just country. في هذه البلد العادلة. This enlightened age. سوف يقولوا هذا العصر التنوير هذا. One does not settle things by violence. ما فيش حد بيحل مشاكله بالعنف. المشهد الثالث بنلاقي ان السيده بقى مدام بيرنيل رجعت اللي هي ام أرجو وسمعت اللي حصل دوت ومش مصدقه ابنها قاعد يقول له ده كان بيغازل في زوجتي وكان وده طلع منافق ونصاب وهي مش عايزه تصدق. No my son I'll never bring myself to think him guilty of such a thing. I'll never bring myself to think him guilty of such a thing. عمري ما هصدق انه يعمل الشيء ده ابدا. وطول المشهد وهي مش مصدقه ومش مقتنعه يقول لها ده كان يعني حط ايده عليها قرب لها وهي تقول له كنت انتظر لغايه ما تتاكد. يقول لها انتظر اكتر من كده ايه. مشهد يعني عجيب. المشهد الرابع بقى من الفصل الخامس في واحد مندوب من المحكمه بيعمل لدى او عمل في السابق لدى ابو تارتوف. جاي بقى بيبلغ أرجو ان البيت خلاص مش ليه وانه لابد انه بيقول له now please let us have no friction it's nothing but an order of eviction. كان بيكلم ابن تارتو ابن أرجو
دامي يقول له you are to move your goods and family out. دامي كان اتعصب عليه فبيقول له الموضوع مش شخصي يعني انا جاي ادي شغلي. فهو بيقول بقى الارجو you are to move your goods and family out and make way for new occupants without deferment or delay and give the keys. هقول له لازم تخرج من البيت دوت وتخليه للساكن الجديد بدون اي تأخير وتديني المفاتيح. والشخص دوت اللي هيجي ويطلب من أرجو انه يخلي البيت اسمه لويال يعني لويال يعني مخلص. فهنلاقي ان الخادمة الظريفة ديت الخادمة دي بتفكرني بوداد حمدي الممثلة المصرية الله يرحمها. كانت دايما في معظم ادوارها تطلع بدور خادمه انما كان دايما خادمه دمها خفيف وذكيه ولماحه فبتذكرني بيها يعني. فهتسخر من اسمه تقول له اه لويال مخلص يعني زي بتقول له اسم على غير مسمى يعني بتسخر منه. وقبل ما انسى الترجمه دي كلها الترجمة الإنجليزية اللي أنا قرأتها ترجمة ريتشارد ويلبر وهنلاقي في ترجمتين ترجمة نثرية وترجمة شعرية. ترجمة ريتشارد ويلبر ترجمة شعرية يعني زي ما مسرحية مولير هي مسرحية شعرية مسرحية شعر. ويلبر ترجمة بالإنجليزية أيضا كشعر ولذلك هو ده النص اللي دايما بيمثل على المسرح الإنجليزي طبقا لترجمة ريتشارد ويلبر. ترجمة أكثر من رائعة يعني ممتازة يعني تقرأ النص الإنجليزي لا يشعرك أنك بتقرأ نص مترجم أبدا من روعته وجماله. المشهد الخامس كل ده بيحصل قدام السيدة أم أرجو مدام بيرنيل فهتصدق بقى وهتبقى مندهشة ومصدومة. أرجو بقى يقول لها إيه now mother was I right or not This rich should change your notion of Tartuffe a bit. Do you perceive his villainy at last? خلاص يا أمه يعني شفتي واقتنعتي بأن أنا كنت على حق هل هذا سيغير رأيك في Tartuffe؟ هتقول إيه I'm thunderstruck. I'm utterly aghast. أنا مصدومة ومندهشة ويعني معقودة اللسان. المشهد السادس هنلاقي أن بالير جاي اللي هو خطيب ماريان جاي جري وبيقول بقى بيكلم أرجون بيقول له Sir, though I hate to bring you more bad news, such is the danger that I cannot choose. يعني أنا أكره أن يعني أجلب إليك أخبارا سيئة إنما يعني هذا شيء مش باختياري. الأمر خطير وليس باختياري. A friend was extremely close to me and knows my interest in your family. صديق ليا مقرب جدا ليا ويعرف اني قريب من عائلتك has for my sake presumed to violate the secrecy that's due to things of state. يعني عشان خاطري من اجل خاطري يعني افشى لي بعض اسرار الدوله. And sends me word that you are in a plight from which your one salvation lies in flight. وان انت في خطر بالغ ونجاتك الوحيده في انك تهرب. فهيقول له بقى ان هو حضر له الكاريج بتاعته وجاب له اموال ما يقول له My carriage is outside to take you hence. This money should cover all expense. العربة عربة بتاعتي في الخارج عشان تعرف والاموال ديت كافية انها تغطي المصاريف. ويقول له بقى يعني فلازم تهرب. يقول له Let's lose no time. يعني نضيع مزيدا من الوقت. You shall be undone. The sole defense in this case is to run. يعني انت هيقبضوا عليك وهتنتهي. الحل الوحيد والدفاع الوحيد في حالتك هو to run انك تهرب. I shall go with you all the way and place you in a safe refuge to which they'll never trace you. هيقول له انا ساقف بجانبك حتى النهاية ويعني ساضعك في مكان هم لن يستطيعوا ابدا ان يصلوا اليه. والمشهد هنا بينتهي. المشهد السابع بقى وهو لسه هيخرج من البيت ويهرب هنلاقي ترتوف جاي على الداخل ومعاه ضابط ويقول له جنتلي سير جنتلي بالراحه هدوء ستاي رايت وير يو ار نو نيد فور هيست يور لودجينج ازنت فار يو ار اوف تو بريزن باي اوردر اوف ذا جادج. هقول له يعني ببطء بهدوء يعني لا داعي ولا حاجة للعجلة انت المكان اللي انت رايحه ليس ببعيد ويقصد بيه السجن يعني السجن مش ليس ببعيد.
فهنا هنلاقي بقى ان الضابط مش جاي يقبض على أورجون، فالأوفيسر هيقول ايه؟ هي يقبض على تارتوف. Yes, I've delayed too long, sir. Thank you kindly. You are just the proper person to remind me. Come, you are off to join the other boarders in a dank prison according to his orders. إن هيجي معاه أمر من الملك شخصيا بالقبض على تارتوف وإيداع السجن. وهيقول بقى إيه في نهاية المشهد ده، هيقول يعني مقطع كبير قوي، إن الملك سمع بنفاق واحتيالات تارتوف، وإن البوليس كان مراقبه والقاضي عنده أخبار بيه. فالملك، وفي بقى مقطع كامل كده مديح في الملك، يعني الملك العادل أصدر أمرا بإن الأوراق دي السرية اللي كانت اللي تارتوف سلمها، عرفنا إن تارتوف سلم الأوراق دي للملك، إنه إن يعني هذه الأوراق ليس لها قيمة، وإن البيت يرجع لي لأورجون، وإن تارتوف يوضع في السجن. فالأوفيسر هنا يقول Our officer soon recognized Tartuffe as one notorious by another name. You'd done so many vicious crimes that one could fill 10 volumes with them and be writing still. يعني إن هو له سوابق تحت أسماء أخرى، ويعني مسجل خطر، يعني من كتر ليه حالات نصب كتير قوي، لو كتبوا 10 كتب هيملوا 10 كتب يكتبوا بس في النصب، حالات النصب اللي بيعملها. والمشهد الثامن بقى مجرد ايه؟ مجرد حوار صغير جدا. أورجو بيقول له يا تريتا، يعني بيقول لتارتوف والبوليس بياخدوا ايها الخائن. فكليونت هيقول له اه براذر بليز ليتس نوت ديسند تو ساتش indignities، يعني بليز ما فيش داعي نهبط بأنفسنا إلى هذا المستوى. Leave the poor wretch to his unhappy fate and don't say anything to aggravate his present woes, but rather hope that he will soon embrace an honest piety. يعني ما فيش داعي نقول أي حاجة، تقول له أي حاجة تزيد من بأسائه، سيبه دعه لشقائه، ودعنا نأمل أن يتحول إلى إنسان تقي بشكل حقيقي. يعني شوف لآخر لحظة كليونت وصوت العقل. فأرجوه يقول له Well said, let's go at once and gladly kneeling express the gratitude which all are feeling. دعنا نذهب ونصلي ونعبر عن امتناننا اللي احنا حاسين بيه دلوقتي. Then when that first great duty has been done, we'll turn with pleasure to a second one. ومجرد ما ننتهي من هذه الصلاة سنبدأ في فعل شيء آخر بكل سرور. And give Valer whose love has proven so true the wedded happiness which is his due. ونجعل Valer اللي أثبت إخلاصه لنا يتزوج زواجا سعيدا الذي يعني يستحقه كده. والمسرحية بتنتهي والكل بيرقص وفي حالة نشوة وسعادة. والمسرحية بتنتهي هنا. المسرحية زي ما انتم شايفين يعني مش محتاجة يعني تحليل ولا تفسير، مسرحية كوميدية، وبتتكلم عن رجل الدين المنافق اللي بيحتال على البسطاء والسذج وبيخدعهم باسم الدين، باسم الصلاح المزيف والتقوى المزيفة. وطبعا هذا النوع من رجال الدين، سواء في الدين المسيحي او الدين الاسلامي او الدين اليهودي، في كل الاديان بنلاقي هذا النوع من يعني انا متاكد ان كل واحد فيكم في شخصيه دلوقتي في دماغه بيفكر فيها يقول هو ده تارتوف، لان يعني تارتوف ما اكثر التراتيف في بلادنا، يعني ما اكثرهم. واللي عايز اقوله قبل ما اختم ان هذا التارتوف، يعني هذا الشخص المنافق الدجال النصاب المحتال المنافق، مش لازم يكون رجل دين. ما احنا ممكن نوسع فهمنا ونقول في ايا كان المجال اللي بتعمل فيه، هتلاقي في المجال اللي بتعمل فيه في تارتوف، هذا الشخص الذي يدعي العلم ويدعي الاخلاص ويدعي الولاء ويدعي الوطنيه ويدعي مش عارف ايه. هنلاقي دايما هذا الشخص المزيف الزائف اللي بيدعي الشيء زيفا وهو عكسه، هنلاقيه دايما، مش لازم يكون عن رجل الدين يعني. انما المسرحيه بتتكلم خصيصا عن رجال الدين المنافقين، وعشان كده المسرحيه اتمنعت وقت عرضها في 1664. يا رب تكون الحلقه عجبتكم،
وإن شاء الله بعتوا لي الأعمال اللي عايزين أناقشها. في يعني متابع طلب مني أن أناقش فرانكنشتاين، إن شاء الله أناقشها في محاضرة قادمة. فشوفوا الأعمال اللي عايزيني أناقشها وإن شاء الله أناقشها فيما بعد. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.